المرأة أنه تكون زوجة ثانية ولا تجي عليها زوجة ثانية، يعني تجيها درة. ايه وش رأيك، انت تقبلي ولا لا؟ لا ما نقدرش نقول لك نقبل، باسكو ديجا انا زوجة ثانية. اوكي، شوفي انت غير قلتي هكا لطفي دار هكذا واحد الجيست. إلا كان محسن من الحال ما فيها والو. اها، انت كي رحتي زوجة ثانية كانت يعني زوجة أولى مازالها في الحياة ولا؟ كانت مازالها في الحياة، مي كانت فرنسية. كانت فرنسية ماشي. فرنسية. عادي، فرنسية عادي، يعني كي نكونوا بنات البلاد اللي شوية. لا بس تكون فرنسية عادي. والله العادي ماشي كيما تكون بنت بلادك. بالك فرنسية، بالك كانت سبب تاع لي بابي ولا هذا. واش حبيت نقول؟ ما بغاش تكون عشرة كبيرة كيما مع بنت بلاده. ديما تسمع يا وليدي راه بولاده. لا لا، الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. صورة التفاهم ما تفهموش. عندك بنات؟ عندي زوج بنات. وي الله يبارك. تقبلي يجوا عليهم درات ولا هما يروحوا الزوجة الثانية؟ صافي باش يديروا هما، صافي تخلي لهم الاختيار. والاختيار كلشي بالمكتوب. كلش بالمكتوب، صح، كلش بالمكتوب. والدين حل الاربع نساء، يعني احنا برك هذا الموضوع يعني درناه باش نشوفوا برك اراء الناس والتفاعل فقط. انا ما نكذبش عليك، انا ديجا باب الله يرحمه كان على يما بصوا. كنا مستقبلين الوضع تاعو كان هذه هي. لا كاين بزاف دراير كيما حنا نقولوا، لكن نسبيهم عايشين عادي، بالعكس يربيوا ولاد بعضاهم ويتحبوا، يعني بالعكس. دراير يتفاهموا بس سلايف ما يتفاهموش. صح، يقولوا سلايف هبطوا متشنشفين ودراير هبطوا متعانقين، هذا المثل الشعبي.